سؤاله الثاني يقول: إنني أشاهد بعض المصلين في المسجد يصلون والأيدي ليست في موضعها الصحيح بل مرخاة إلى الأسفل، ما الحكم في هذا؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير. وضع اليدين في حال القيام في الصلاة، السنة أن يقبض يده اليسرى، يقبض كفه اليسرى بيده اليمنى ويضعهما على صدره، هذا هو السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأفضل. ولو أرسل يديه ولم يقبضهما فلا بأس بذلك، لأنه يكون تاركا لسنة ولم يكن تاركا لواجب. فإرسال اليدين وقبضهما في الصلاة كلاهما جائز، ولكن قبضهما ووضعهما على الصدر هذا أفضل وأكمل لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.